أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. لعل ما جاء فيه الاحتلال منذ عام 2003 وحتى اليوم، وفي ظل حكومات فاسدة وخراب وسرقة وتدمير وطائفية وميليشيات وانفلات وفوضى في كل المجالات، لعل في ظل هذه البيئة وهذه الأجواء تزداد الظواهر التي الشاذة التي يعني تتوسع وتعتاش على دماء العراقيين وعلى حياتهم وأمالهم. ومن بين هذه الظواهر التي ترصد في العراق اليوم ظاهرة التسول. مع الأسف الشديد العراق بلد الثراء، بلد النفط، ثاني مصدر للنفط في العالم، ربما ثاني مخزون في العالم وثالث مخزون في العالم للنفط في العالم، بلد الثراء والثروات، بلد الحضارة، بلد التاريخ، بلد المنجزات، بلد الشعب المثقف، الشعب الحر، الشعب الأبي، الشعب المحب، الشعب المتآخي المتصالح مع نفسه، بلد الخير والمضايف. تصل به الحالة لأنه أكثر من مليونين إلى مليونين ونصف متسول في شوارع العراق، رقم كبير جدا الحقيقة. هذا يعود إلى ظروف وحياة بائسة يعيش أهل العراق منذ عام 2003 لحد الآن. أعداد العاطلين، هناك يعني دراسات تؤكد أنه كلما ازداد أعداد العاطلين كلما ازداد عدد المتسولين في الشوارع. وفي العراق اتحاد العمال الآن يشير إلى أن عدد العاطلين أكثر من 15 مليون عاطل، فكيف لا يكون عدد المتسولين مليونين ومليون ونصف وثلاث ملايين متسول في شوارع العراق؟ نعم، البعض يقول أنه مهنة التسول مهنة مربحة ومهنة بسيطة، لكن في العراق أجبر الناس عليها. أهل العراق أصحاب كرامة، شعب نبي لا يمارس هذه المهنة. نعم، هي ليست جديدة على أهل العراق، في كل الأزمان كان هناك المتسولين، كان هناك من يتسول، لكن قلة قليلة، وكانوا ليجل حاجتهم، وكان الناس يعني تتعاطف معهم، وهناك من يتبناهم ويدفع بهم بعيدا عن الشوارع، يسكنهم، يجد لهم المأوى، يجد لهم الـ يعني مصدر العيش المناسب ويتكفلهم هكذا. وكانت الدولة، كانت الحكومات تتكفل بهذا الموضوع، لكن منذ 18 سنة لحد الآن لا أحد يتكفل، وأعداد المتسولين يزداد، المتسولين يزداد الحقيقة. الخطير الأكثر خطورة في هذا الموضوع أنه هؤلاء المتسولين في الشوارع، من يتسول لا يمكن أن يتسول هكذا، يعني ليست هي وظيفة مسموح أن يمارسها الجميع، أن يمارسها أي واحد ويقف في الشارع ليتسول. يعني نعم، هناك نساء أرامل، هناك مطلقات، هناك نساء لديها أطفال بلا رعاية تضطر، وعمل غير موجود وبطالة، وشوارع خطرة، أقل ما يقال عنها خطرة في العراق، يضطرون للنزول إليها. نعم، هذا كله صحيح، لكن هذا وفق ضوابط، وهذه الضوابط وضعتها مافيات وعصابات. التسول في العراق ربما مثل باقي دول كثيرة، التسول في العراق لا يمكن أن يجري إلا بموافقة هذه المافيات، هي التي تحدد المناطق، هي التي تحدد الشوارع، هي التي تحدد الساحات. الساحات والشوارع الآن تشترى وتباع كاستثمار بين هذه العصابات والمافيات، هي من تضع طريقة التسول. هناك أشخاص معينين يأتون بمجاميع من الأطفال والكبار ويرمونهم في الشوارع عند تقاطعات الطرق وعند الإشارات الضوئية لكي يبدأوا التسول في الأسواق وفي الأعياد وفي المناسبات، تجد أعداد كبيرة. الآن هذه الظاهرة كبيرة، الدولة لا تفعل شيء، وتعرف يعني الحكومة تعرف هذه الظاهرة وتدركها
وتعرف معانيها لكنها لاهية عنها. هي جزء من هذا الفساد والخراب الذي أوصل الناس إلى هذا الحال. هي جزء ممن أوصل العراق إلى أن يوجد فيه عدد عاطلين أكثر من 15 مليون عاطل عن العمل. هي جزء من المشكلة، هي كل المشكلة التي أدت إلى الشباب العراقي إلى أن يتظاهر ويقتلونه. هي التي من قتلت الشباب وقتلت من ينادون بالحرية والاستقلال ويطالبون بالعراق حرا نبيا ويطالبون بالسيادة والكرامة والعيش الرغيد. هذا هو ما فعله الاحتلال، وهذا ما فعلته حكومات التي جاءت في إثر الاحتلال وتحت مظلته. التسول الآن صار مهنة كبيرة بسياقات معينة بضوابط معينة تديرها عصابات يستغلون الأطفال، وهذا أبشع استغلال. هناك أطفال في الشوارع تجدهم من عمر 3 سنوات إلى 14 سنة، وتجد نساء وتجد رجال وتجد شيوخ وتجد شباب وشابات، كلهم يتسولون بطرق مختلفة. الحقيقة هناك من يتعرضون للتحرش، هناك من يتعرضون إلى الابتزاز، هناك من يتعرضون إلى سرقة أعضائهم. هذه عصابات منتشرة في الشوارع، خطورتها كبيرة جدا جدا. هؤلاء الأطفال، لدينا أكثر من 1.5 مليون طفل من أطفال الشوارع في العراق. هؤلاء كلهم معرضين إلى كل النكبات والمخاطر. الشارع العراقي أقل ما يقال عنه أنه خطر وعنيف. مصيبة كبيرة الآن الشارع، لا ضوابط تحكمه. فبالتالي هذا التسول صار مهنة، من لا مهنة له. وهناك من عصابات تديره، هناك ميليشيات تحمي، هناك مصائب كبيرة، هناك واردات كبيرة. العراق في الضيم، في قهر. المصيبة كبيرة. الكثير مو الكثير، كل هؤلاء الأطفال الذين تجدهم يتسولون قد تركوا الدراسة. هؤلاء يزيدون من مستقبل العراق قتامة. لا يوجد عمل الآن. يعني تنظر إليهم، تراقبهم من الساعة 7 صباحا إلى 9 ليلا، هم في الشوارع، أم مع أطفالها وأب مع زوجته وابنته، وهكذا أشكال متنوعة من الناس. كلهم يمتهنون التسول، وهناك من يحميهم، هناك من يوجههم، هناك من يأخذ من عندهم نسبة معينة، هناك من يعاقبهم ويشد عليهم القيود. هذه كلها عصابات ومافيات، وهذه الحكومات لاهية عن هذه الظاهرة الخطيرة بآثارها، بتداعياتها، بما ستكسب المجتمع العراقي من خلالها، ما سيكسبه المجتمع العراقي من خلالها من آثار سلبية كبيرة، ربما آثارها لن تمحى لعقود طويلة. هذه ظاهرة خطيرة جدا جدا واجهتها الكثير من الدول، وبصعوبات كبيرة قد خرجت منها. نحن في العراق تزداد مساحة هذه الظاهرة، يزداد عمقها، يزداد تأثيرها مع الأسف الشديد، ولا أحد ينتبه إليها سوى في الإعلام، وكلام هنا وكلام هناك. رئيس الوزراء يقول كذا، ومدير الشرطة يقول كذا، وزارة الداخلية تقول كذا، لكن فعلا لا أحد ينتبه إلى هذه المشكلة. الانتباه هذه المشكلة ليس في مطاردة هؤلاء ومنعهم من الشوارع، لكن في إيجاد فرص العمل، في إيجاد فرص الدراسة، في إيجاد مأوى لهم، سكن لهم، حياة رغيدة لهم. هذه كلها مفقودة في العراق مع الأسف الشديد. أترككم بخير أعزائي المشاهدين، وقت هذه الحلقة قد انتهى، ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.